قراءات حضرتك دلوقتي كتيرة ولا بحكم الانشغال ما بتمسكش الكتاب في ايدك كتير؟ لا بمسك والله كتاب. انا كان قريب بقرا روايه كاتبها المؤلف الجميل اللي كتب لنا يعيش اهل بلدي، الاستاذ محمد بغدادي، كاتب روايه جميله قوي افتكر لك اسمها، انا كنت لسه بقرا خلصان امبارح. بس بتميل حضرتك كده للروايات اعتقد؟ دي مسرحيه، مسرحيه شعريه. مسرحيه شعريه. بيستهويك اللون ده برضو؟ بيستهويني جدا اللون ده، انا بقرا شعر باعتبار كويس المسرح بالنسبه لحضرتك بقرا. برضو. ما طبعا صلاح عبد الصبور انا اشتغلت له وانا طفل، ده شعر، شعر يعني لما يقول هذه آخر أشعاري، العنوان طويل، يوميات نبي مهزوم يحمل قلما، ينتظر نبيا يحمل سيفا، هذه يومياته الأولى، يأتي من بعد من يعطي الألفاظ معانيها، يأتي من بعد من لا يتحدث بالأمثال، إذ تتأبى أجنحة الأقوال أن تسكن في تابوت الرمز الميت، يأتي من بعد من يبري فاصلة الجملة، يأتي من بعد من يغمس مدات الأحرف في النار، يأتي من بعد من ينعى لنفسي، يأتي من بعد من يضع الفأس برأسي، يأتي من بعد من يتمنطق بالكلمة ويغني بالسيف. دي لا ده مسرحية. لا لا انا لازم اسال. لا ده دي يومية واحدة، ده هم خمسة، ده اللي انا قلتها لك واحدة بس. انا كنت بقعد اتفرج وانا طفل صغير في الكواليس على الاستاذ الفنان الكبير محمود ياسين وهو بيقول ده. بالصوت بقى والاداء يا واللغة خبر ابيض، ومعانا والقراءة. دام سهير البابلي، ده اللي انا شربته، ده اللي انا خدته. الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي طبعا، الحسين سائرا وشهيدا، أتعرف ما معنى الكلمة؟ كلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. أنا تربيت على الحاجات دي. فإزاي وبقرأ برضو لكل الناس، يعني نزار قباني بقرأ له طبعا. طبعا.